أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثانية ونبدأها بأبرز العناوين. تقارير تتحدث عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية في أحدث ضربة متبادلة. طهران تعلن تصديها لأجسام مشبوهة في سماء أصفهان. في آخر أيام زيارته للولايات المتحدة، السوداني يؤكد على بناء شراكات متينة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي وفتح أبواب الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت تقارير عن شن إسرائيل هجوما على الأراضي الإيرانية في أحدث ضربة متبادلة بين البلدين، وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 3 طائرات مسيرة شوهدت بعد منتصف الليل في سماء أصفهان، وجرى تفعيل نظام الدفاع الجوي وتدميرها، فيما نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة تلقت إخطارا قبل الهجوم الإسرائيلي الذي جاء بعد أيام من الهجوم الإيراني. هذا وقال صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية إن هجوماً تم تنفيذه على القاعدة العسكرية الإيرانية في أصفهان بواسطة صواريخ بعيدة المدى أطلقت من طائرات إسرائيلية، مضيفة أن طائرات من دون طيار أطلقت من داخل الأراضي الإيرانية لتشتيت نظام الدفاع الجوي الإيراني. قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق ملتزم بمخرجات اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف الدولي، وأن داعش لم يعد يمثل تهديدا للبلاد. وذكر السوداني في حديث لممثلي ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الغربية في واشنطن أن زيارته تهدف إلى إرساء مسارات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مبينا أن المسار الثنائي في العمل المشترك بين البلدين تمثل بالاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، والذي تناول ملفات الطاقة والاستثمار والنقل والتعليم وتحديات التغير المناخي. وأضاف السوداني أن المصلحة المستدامة تقتضي بناء شراكات متينة لا يقتصر وجودها على الحكومات أو الإدارات، إنما تمتد إلى المصالح المتبادلة للشعبين. وفي لقاء آخر قال السوداني إن العراق مليء بالفرص وحجم المشاريع يبلغ 400 مليار دولار. وذكر بيان حكومي أن السوداني التقى عددا من أبناء الجالية العراقية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وأكد خلال اللقاء أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسبة متقدمة في برنامجها بما يعزز ثقة المواطن في أداء الأجهزة الخدمية والرسمية ويقوي من عوامل الاستقرار ويدفع بمشاريع التنمية نحو الإنجاز والتنفيذ وتحقيق تطلعات المواطنين. قال محافظ البنك المركزي علي العلاق إنه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن تم الاتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي على تشكيل لجنة لمعالجة مخالفات المصارف المعاقبة وتصحيحها. وذكر العلاق في تصريح صحفي أن اللجنة ستحدد طبيعة المخالفات التي ارتكبتها المصارف والإجراء التصحيح المطلوب، إلى جانب الوصول إلى نتائج نهائية تتعلق بتقرير يخص وضع كل مصرف. وأضاف العلاق أن هناك إشادة كبيرة من الجانب الأمريكي بخصوص الابتعاد عن أسلوب التحويل المالي التقليدي والسعي لأن تكون العلاقة بين المصارف المحلية والمصارف المراسلة بشكل مباشر، مؤكدا إنجاز 80% من تلك التحويلات وإنهاء هذا الملف نهاية العام الحالي. أمنيا قالت وزارة الداخلية أن الجريمة أو جريمة الدقة العشائرية انخفضت بنسبة 77% في العراق. الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري قال في تدوينة على منصة إكس أن النسبة سجلت خلال الفصل الأول من العام الجاري،
مبينا أن 11 محافظة من أصل 15 كانت خالية تماما من هذه الجريمة. قال رئيس مجلس النجف حسين العيساوي إن مطار المحافظة خاضع لرقابة وإشراف الحكومة المحلية، مؤكدا أنه لم يتخذ أي إجراء بشأنه بانتظار عودة رئيس الوزراء من زيارة الولايات المتحدة. أقر المدير المكلف مدير عام بأنه المطار خاضع لإشراف ورقابة مجلس المحافظة وتابع للمحافظ، مرتبط إداريا بالمحافظ، ولم يتخذ أي إجراء بخصوص المطار إلا بعد العودة إلى مجلس المحافظة. هذا إقرار واضح بأن المطار تابع للمحافظة، وحتى طلب صلاحيات إدارية ومالية من مجلس المحافظة لكي يقوم بعمل داخل. هذا كله إقرار، والحمد لله ينتظرنا تحدي آخر مع اللجنة في بغداد لإنهاء هذا الملف نهائيا. تم الاتفاق بشكل مؤقت على أن يبقى مقعد مدير مطار النجف شاغرها خلال هذه الفترة كحل وسط لحين عودة رئيس مجلس وزراء من أمريكا. قالت وزارة الصحة إن عدد الملقحين التراكمي للقاح الحصبة في المدارس بلغ 4 ملايين طالب من أصل أكثر من 7 ملايين كهدف للحملة. وذكرت الوزارة في بيان إحصائي لليوم الخامس من الحملة أن نسبة الملقحين من طلبة المدارس في المحافظات بلغت 55%. من جانبه وجه وزير الصحة صالح الحسناوي نداءات لجميع أولياء الأمور حثهم فيها على التفاعل والتعاون مع فرق وزارة الصحة والإقبال على تلقي اللقاحات. كشفت وزارة الموارد المائية عن خطة لاستصلاح أكثر من 7 ملايين دونم من الأراضي الزراعية. المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الوزارة علي تركي قال في تصريح للوكالة الرسمية إن المساحة المستصلحة بلغت 5 ملايين دونم، 3,800,000 منها على نهر دجلة ممثلة ب68 مشروعا، فيما يشغل 33 مشروعا مساحة 1,700,000 دونم على نهر الفرات، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى استصلاح مساحات إضافية تزيد على 7 ملايين دونم بحلول 2035. أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري زيادة الطاقة الخزنية لمحصول الحنطة بمليون طن. وقال الغريري في تصريح صحفي إن الوزارة عملت على تهيئة أماكن ومراكز تسويق عملت على زيادة الطاقة الخزنية، مضيفا أن العراق حقق الأمن الغذائي من محصول الحنطة الاستراتيجي والسلة الغذائية، ولديه من الخزين الاستراتيجي ما يكفي لستة أشهر. شيوخ عشائر ووجهاء يطالبون بتعجيل حل أزمة شغور منصب رئيس البرلمان. هذا الملف بعد قليل، ابقوا معنا. رغم الاجتماعات المكثفة بين مختلف القوى السياسية التي شهدتها الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق أو توافق بشأن من يتولى رئاسة البرلمان، فإن المنصب لا يزال شاغرا حتى اليوم، متسببا بحالة من الإرباك في الأوساط السياسية والشعبية بسبب عرقلة عدد من القوانين المهمة. الأمر الذي دفع شيوخ عشائر ووجهاء إلى مطالبة الكتل الكبيرة بحسم الملف الذي طال انتظاره. دعا شيوخ عشائر إلى حسم ملف شغور منصب رئيس البرلمان، وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر إمارة دليم ببغداد حث الشيخ عز الدين العلي سليمان الكتل السياسية إلى الإسراع باختيار مرشح للمنصب. نشعر بالقلق العميق أزاء عدم اختيار رئيس البرلمان لمدة تزيد عن 5 أشهر، أن شغور هذا المنصب يشكل تحديا كبيرا لعمل البرلمان ولعملية صنع القرار بشكل عام. لقد ترتبت على هذا الشغور تأخيرات وعراقيل في عمل البرلمان وعجز في تحقيق أهدافه الرئيسية. ندعو
تحالف إدارة الدولة والإطار التنسيقي بكل إلحاح إلى العمل بجدية وسرعة لاختيار رئيس للبرلمان، فهذا المنصب أساسي لسير العمل البرلماني بشكل فعال وتحقيق الشرعية الديمقراطية. نحن على ثقة بقدرة الجهات المعنية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعبئة هذا الشغور وضمان استمرارية العمل البرلماني بكل فعالية وشفافية. أن تأخير اختيار رئيس البرلمان لا يخدم مصلحة البلد ولا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، لذا نحث على اتخاذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت ممكن لملء هذا الشغور واستئناف العمل البرلماني. ما تزال أزمة شغور منصب رئيس البرلمان تعيق إقرار عدد من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطن، إذ تسببت باختلال في موازين القوى السياسية، فيما دعا شيوخ عشائر إلى إنهاء الأزمة التي لا يوجد مبرر لاستمرارها سوى المصالح الضيقة لبعض الشخصيات والأحزاب على حد تعبيرهم. أكثر من 5 أشهر والبرلمان بلا رئيس، اجتماعات تلتها متغيرات في أوزان الكتل من ناحية التمثيل النيابي، تمثلت بتحالفات وانسحابات من كتل، ولا يزال منصب الرئيس شاغرا. بعيدا عن صولانات السياسة، اجتماع في بغداد لشيوخ عشائر ووجهاء من محافظات عدة للمطالبة بحسم الجدل حول انتخاب رئيس البرلمان وتحديد موعد لجلسة نيابية خاصة بتسمية أعلى الهرم في سلطة التشريع. حقيقة اليوم كمجتمع عراقي، كأعمدة قوم وشيوخ عشائر ووجهاء، وأولا كمواطنين، نطالب الرئاسات الثلاث بالإسراع بتشكيل رئيس البرلمان، لأن البرلمان سلطة تشريعية لخدمة الشعب وجدت. كل ما تأخر اختيار رئيس البرلمان مضر على الشعب العراقي عامة. تغريب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، هذا ما أجمع عليه الحاضرون، على اعتبار أن المنصب يمثل ركنا أساسيا من أركان العملية السياسية، إذ ينتظر منها اتفاق سياسي يمرر تشريع قوانين مهمة مكثت على رفوف الانتظار لسنوات. سلطة التشريع عليها التزامات، عندنا قوانين معطلة من ضمنها قانون العفو العام، من ضمنها قانون النفط والغاز، من ضمنها بعض القوانين المهمة في أدراج مجلس النواب بحدود 180 قانون ينتظر رئيس مجلس النواب. لا مبرر لتأخير تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب، يقول المجتمعون، فالمصلحة الوطنية تقتضي تجاوز الأزمات لإقرار القوانين التي تخدم المواطن. هي دعوات أطلقها شيوخ ووجهاء إلى فرقاء السياسة لحسم شغور منصب رئيس البرلمان، عسى أن يسمع صداها عند أصحاب القرار. من بغداد، أحمد مؤيد، UTV. قال وجهاء وسياسيون ومراقبون إن غياب رئيس البرلمان يمثل تعطيلا لمسيرة الأمن والإعمار وإقرار القوانين في البلاد، ولا مبرر له، مطالبين بحسم المنصب خدمة للصالح العام. هذا تعطيل يعني لمسيرة الأمن ومسيرة الإعمار، فهذا جانب مهم يكون رئيس برلمان للبلد. نحن باسم أبناء عشائرنا نناشد الدولة ونناشد الهيئات السياسية بيكون رئيس برلمان لهذا البلد. لا يوجد أي مبرر، لأن عملية تأخير اختيار رئيس البرلمان أعتقد هي مو بالدرجة اللي ممكن أن ما نحصلنا على شخص العراق ولاد، وأكو هاي قادة من الأخوة اللي موجودين من المكون السني حسب الاختيار اللي احنا رافضين هذا الكلام المكونات، لكن هاي لابد منها، لابد أن تطلع في شخصية معينة بديلة للسيد الحلبوسي حتى نمضي في عملية تشريع القوانين اللي معطلة. نتأمل أن يكون تسريع في آلية عقد جلسة مهمة في هذه الأيام إن شاء الله لاختيار رئيس جديد. أما بالنسبة لانسحاب السيد الشعلان الكريم، أنا أعتبره من الشجاعة والفروسية أن ينسحب. تبقى البوصلة متجهة إلى مرشحين اثنين لا ثالث لهما كقوة ولديهم مقبولية، سيد سالم العيساوي وسيد المشهداني، لكن نتمنى أن يكون هناك تفاهمات. بعد سنوات من معاناة سكان قضاء شط العرب شرقي البصرة، ينفذ في القضاء مشروع صحي بكلفة 13 مليار دينار، يتألف من عدد من المنشآت الطبية التي تختصر على المرضى كلفة وجهد العلاج خارج العراق.
إلى نحو 50%. تقترب نسبة الإنجاز في مركز الطوارئ والعيادات الاستشارية في قضاء شط العرب شرقي البصرة هنا، فبكلفة تزيد على 13 مليار دينار ينفذ هذا المشروع من تخصيصات الأمن الغذائي، إذ من شأنه وضع حد لمعاناة طويلة للمرضى بسبب انعدام المشافي، كما سيلبي الطلب المتسارع على المنشآت الصحية في ظل النمو السكاني. تم إحالة مشروع إنشاء بناء طوارئ عامة وعيادات استشارية وقسم نسائية في قضاء شط العرب. المشروع أهميته في قضاء شط العرب لعدم وجود مراكز صحية في هذا القضاء، وتكون الحاجة ماسة جدا إلى المشروع. من ناحية القيمة الصحية فإن هذا المشروع يعد بالغ الأهمية، إذ يجري حالياً إنشاء صالة للعمليات وكذلك ردهة للعناية المركزة لحديثي الولادة، إضافة إلى قسم للنسائية والخدمات الطبية الأخرى، وكل هذه الخدمات غير متوفرة في قضاء شط العرب. يتألف المشروع من 3 طوابق وتحتوي على عدة أقسام، منها الطوارئ والاستشارية والخدج وصالات العمليات، بالإضافة إلى الأشعة والسونار وقسم التخدير. وإذا ما سار العمل بلا تلكؤ فإن المشروع سيدشن رسمياً في عام 2025. المشاريع الجديدة جاءت لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الصحة، لا سيما في المناطق الحدودية كقضاء شط العرب المحادي إلى إيران، والذي أخذ يتعافى في السنوات الأخيرة من دمار حرب الثمانينيات. 112 مشروعا تخطط الصحة لبنائها هنا خلال السنوات الخمس المقبلة لمعالجة مشاكل انعدام الإمكانات الطبية والعلاجية ونقص المرافق الصحية. خطتنا تشمل 112 مشروع. هذه 112 مشروع تشمل مراكز صحية. المراكز الصحية تقريبا بحدود 57 مشروع. المستشفيات، دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وافق على إنشاء 200 سرير في القرنة في منطقة الشرش، رقم 1. 2 في المدينة 138 من ضمنها مركز الأورام، أيضا مستشفى في الدير 100 سرير في شط العرب، بالإضافة إلى في خور الزبير. إن أبصرت هذه المشاريع النورة فإنها ستقلل من الرحلات العلاجية للعراقيين نحو تركيا وإيران والهند ولبنان بحثا عن الخدمات الطبية جراء نقصها في مستشفياتهم الحكومية. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. قرابة 500,000 سوري في إقليم كردستان بين لاجئ ومقيم. قررت أربيل عدم تجديد الإقامات لفئة الشباب منهم، فضلا عن إيقاف منح تأشيرات الدخول، وذلك لما يشكله عددهم الكبير من ضغط على سوق العمل في الإقليم. لا يكاد يخلو مطعم أو مقهى أو ورشة عمل في أربيل من عامل سوري، إذ يقدر عدد السوريين في إقليم كردستان بنحو 500,000، نصفهم مسجلون كلاجئين، أما الآخرون فيحملون إقامات مؤقتة. سلطات الإقليم قررت تعليق منح الفيزا للسوريين وعدم التجديد للمقيمين حال انتهاء إقاماتهم، وعلى الرغم من كون القرار فيه استثناءات فإنه بات يهدد آلاف السوريين بالترحيل. تقريبا قبل 10 أيام وزارة الداخلية إقليم الكردستانية همينت طلع القرار بالنسبة للاجئين السوريين، بالنسبة للسوريين اللي يجون هون، هذا وقف كل الإجراءات بالنسبة للأعزاء اللي يجون هنا ويريدون يشتغلون هون بالإقليم الكردستاني. إتاحة فرص العمل للشباب من أبناء البلد هو سبب صدور القرار بحسب مصادر رسمية في أربيل، لكنه استثنى فئتين وهم حملة الإقامات الأوروبية والأمريكية والعوائل السورية، إذ يستهدف القرار بالدرجة الأولى فئة الشباب غير المتزوجين، مع التأكيد على ضرورة مغادرة من تنتهي إقامته في أقرب وقت ما لم تثبت شركة محلية حاجتها إليه رسمياً. سوري يشتغل، شغله 15 صعب يشتغل، ايه، وبالراتب اقل، لذلك راتب اقل ما يصير، بيضر الشعب هون، بيضرهم يعني. هذا فين بعض الناس بيشتغلوا هون من جماعه من اقليم
وراتبنا مثلا 30-40 ألف، انتم تجون تشتغلوا 15 ألف، ما يصير هيك. يعني هذا القرار يعني بي مجال انه يوفر شغل للشباب العراقيه، يعني هنا يعني هنا ما شاء الله يعني صار الشغل عباره عن بنجلاديش والسوريين، يعني هواي صارت هنا بالعراق. هي هذا الشيء اثر طبعا على الشغل هنا بالعراق، يعني يجون يقول لك انا اشتغل ب 10,000 او ب 15,000، فكيف الشاب العراقي يوميته 25-30؟ طبعا تاثر عليه هذا الشيء. وكان الإقليم قد أقر سابقا تعليمات للقطاع الخاص تحدد نسبة الأجانب العاملين في أي مشروع بنسبة لا تزيد على 25% مقابل 75% للعمالة المحلية، ويأتي هذا القرار في سياق إتاحة الأولوية في العمل لأبناء الإقليم. مشترك المنصور، أربيل، يو تي في. يدور بصوت شجي بلا توقف، قيلهم الشعراء أو قيلهم شعراء الفنانين للتعبير عن الهموم والأحزان. الناعور وصناعته التي دخلت لائحة يونسكو للتراث العالمي تبقت منه في هيت غربية الأنبار 4 نواعير صمدت بوجه كل التحديات وعادت تغرف من الفرات عذوبته لتسقي أرض الرافدين. يدور مكانه حاملا شجنا على أكتافه وهما أثقل به ليلى الفرات. إنه الناعور، أيقونة أدرجت حرفة صناعتها قبل 3 سنوات على لائحة يونسكو للتراث غير المادي. ها هو في اليوم العالمي للتراث يحمل بأنينه شعراء مدينة حديثة على الكتابة مناغيا كل حزين. للناعور صوت غريب جدا، له شجن، له حزن، له انبعاث آخر. صوت الناعور يكون أقرب إلى صوت الناي، الناي يبعث الحزن والناعور يبحث الحزن. من الحديث الموروث أن الناعور إذا تغير صوته بعث رسالة شؤم لأهله كنوع من التطير. هنا في هيت تظهر 4 نواعير بشكل شاخص بعد إعادة إنشائها من قبل الموارد المائية. 4 نواعير في منطقة هيت، في دالية، احنا الدالية هو البناء الذي يرتكز عليه الناعور، في دالية التربة مقابل او جهة اليسرى لمدينة هيت لنهر الفرات. اذا سمعنا صوت انين الناعور فهذا انين مؤشر لحدوث غرق لأحد الأبناء، وقد حدث كثيرا وهو تشاؤم. طبعا تستقطب النواعير اليوم عشرات الزائرين من مختلف المدن العراقية كمكان سياحي يلهم الفنانين من كل حدب وصوب. متميزة ويونيك، متفردة جدا عن باقي العالم، ما تلقي نواعير بهذه الطريقة إلا في هذا المكان بالعالم. فبالتالي هذه ثقافة وهي حضارة وهي امتداد تاريخي مهم جدا على العالم أن يسمع، أن يشوف، أن يستمتع به. هكذا تمثل النواعير رسالة عظيمة ضاربة في القدم، يرى العراقيون أنها صمدت بوجه كل التحديات وعادت تغرف من الفرات عذوبته لتسقي أرض الرافدين رغم ما فيها من حزن. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. إلى اللقاء.